السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في حلقة جديدة من Algerian in the Lab. اليوم راح نتكلموا على فيلم Gifted ببطولة ماكينا غريس وكريس إيفن كابتن أمريكا، واللي نعتبره من أجمل الأفلام الذي يتطرق لجانب من الرياضيات. كما على بالكم Algerian in the Lab قناة علمية ولا علاقة لها بالفن السابع. لهذا السبب راح نتكلموا في هذا الفيديو حول المفاهيم والنظريات الرياضية المذكورة في هذا الفيلم. الموضوع المركزي للفيلم هو حل معادلات نافيير ستوكس. والتي تعتبر من بين أكبر المشاكل المفتوحة في الألفية. إذا ما زال ما شفتوش الفيلم ما تخافوش، ما راحش يكون فيه سبويلرز، وأنصحكم بمشاهدته بعد الفيديو. وإذا شفتوه مقبل أنصحكم أيضا بمشاهدته مرة أخرى بعد هذا الفيديو، لأنه سوف يغير وجهة نظرك حول فيلم Gifted. كما وعدتكم حبابي في هذا الفيديو راح يكون فيه giveaway لحساب نتفليكس. باش تشاركوا حاجة سهلة مهلة، خلونا تعليق تحت هذا الفيديو في قناة اليوتيوب. في آخر الأسبوع راح نديروا قرعة ونخيروا واحد من هذو التعليقات، ولازم صاحب تعليق يكون مشترك في القناة، لأن الهدف من المسابقة هو مجازات مشتركي Algerian in the Lab. راح نعلنوا على الفائز في صفحة الفيسبوك. هيا بلا ما نطول عليكم، اليوم نديروا فيها زوج قهوي ونحكيو حول المفاهيم والنظريات في فيلم Gifted. Gifted هو فيلم أمريكي درامي من إخراج مارك ويب، خرج في عام 2017. يروي قصة طفلة واسمها ماري، عمرها 7 سنوات، موهوبة فكريا خاصة في مجال الرياضيات. تصبح موضوع لمعركة بين عمها وجدتها وشكون يدي الحضانة، خاصة أن جدتها حابة تستعملها في حل مسألة نافيير ستوكس. ماكينا غريس واللي تلعب دور ماري قدمت أداء ولا أروع في هذا الدور، مع كريس إيفنت واللي يلعب دور عمها فرانك، واللي قدر يوصلنا هذه علاقة الأبوة اللي كانت بينه وبين ماري. بما أن الفيلم يتحدث على الرياضيات بنسبة كبيرة، المخرج لم يتردد في استدعاء أفضل الرياضيين. نلقاو أولا نيكولاس برو، أستاذ في كلية سانت أندرو الخاصة في سافانا حيث تم تصوير هذا الفيلم. روسل كافليش، مدير قسم الرياضيات في جامعة نيويورك، والذي نشر مقالات متعددة حول معادلات نافيير ستوكس. تيرانس تاو من جامعة كاليفورنيا، وهو عالم في الرياضيات وحصل على ميدالية فيتس في عام 2006، وهو أيضا خبير في معادلات نافيير ستوكس. وأخيرا هناك جوردن إيلنبرغ، عالم رياضيات في جامعة ويسكونسون في الماديسون، متخصص في نظرية الأعداد ويساهم ببحوثه في جريدة نيويورك تايمز ومجلة وول ستريت، ولا سيما في موضوع دعم الأطفال الموهوبين، وهذا ما يفسر سبب استشارته من طرف المخرج والمنتج خلال مرحلة كتابة هذا الفيلم. تكشف ماري هذه القدرات في الرياضيات في المشاهد الأولى للفيلم، لما أرادت المعلمة ميس ستيفنسون اختبار التلاميذ في قدراتهم للعد، وماري ما عجبهاش الحال على هذه الأسئلة التافهة اللي تطرحهم ميس ستيفنسون. 3 plus 3 really? What kind of school is this anyway? وأظهرت أنها قادرة على حساب عمليات نسبيا معقدة ذهنيا وبسرعة، مثل 135 ضرب 57، أو الجذر التربيعي ل 7695. Good morning, Miss Stevenson. Hi. الفيلم لم يتوقف هنا، ومتشرح لهذه الحسابات بأن ماري تستعمل طريقة تراكتنبرغ. كما يوضح الفيلم فإن هذه الطريقة عبارة عن مجموعة من التقنيات للحساب الذهني التي اقترحها المهندس جاكو تراكتنبرغ حتى لا يصاب بالجنون خلال 7 سنوات التي قضاها في معسكر الاعتقال. تسمح طريقة تراكتنبرغ بضرب أي عدد صحيح في عدد صحيح آخر بين 3 و13، كما هو مبين في هذا المثال. قواعد مثل هذه هناك لجميع الأعداد ما بين 3 و13، ولكن لا يوجد أي قاعدة للعدد 57 ولا لحساب الجذر التربيعي. وبعبارة أخرى، لو كانت ماري تعرف هذه طريقة تراكتنبرغ لم تستخدمها في ذلك المشهد. المشهد الثاني واللي عجبني بزاف هو لما طلب من ماري حل مشكلة لاختبار مستواها في الرياضيات. المشكلة هي
برهن أن تكامل الدالة الأسية لـ X مربع على 2 سيجما مربع يساوي جذر 2 بي في سيجما. بقيت ماري واقفة أمام اللوحة غير قادرة على الرد على أي شيء، وذلك لأن العبارة غير صحيحة. في الواقع أن ماري شافت هذاك الخطأ ولكن لم تصحح. ولما سقساوها قالوا لها على ما صحيتيش الخطأ، قالت لهم باسكو عمي قال لي ما تصحيش الناس اللي كبار عليك. تم استدعاء ماري مرة أخرى وصححت هذا الخطأ. أولا كان علامة ناقص منسية في الأس وأضافت زوج من القيم المطلقة، وهذه اللحظة تبين ذكاء المخرج والمستشار، لأن الرياضي العادي سوف يقوم بتصحيح الخطأ الأول ويتجاهل الثاني لأنه لا يؤثر على الإجابة. دوك نشرح لكم وعلاش. المشكلة في الواقع هي مشكلة كلاسيكية وتتمثل في حساب التكامل، أي حساب المساحة تحت المنحنى لمنحنى غوس والمعروف بمنحنى الجرس أو The Normal Distribution، وهو من أشهر المنحنيات في مجال الاحتمالات، ولا تعد الظواهر التي يمكن نمذجتها باستخدام منحنى غوس. منحنى المعادلة هي الدالة الأسية لناقص X مربع على 2، والمساحة التي تحددها هي بالضبط جذر 2 بي. إذا أزلنا علامة الطرح فيصبح المنحنى بهذا الشكل، وتصبح المنطقة تحت المنحنى غير محدودة، أي يعني ما لا نهاية، بحيث يمكن لأي شخص لديه حدس في المفاهيم الرياضية أن يرى الإشارة المنسية. الخطأ الثاني لصحة ماري واللي هو أكثر دقة هي القيمة المطلقة. في هذه الدالة تم إضافة معامل سيجما في البيان، مما يسمح بتسوية المنحنى. كلما كان سيجما كبير كلما كان المنحنى أكثر تسطحا، وفي سياق الاحتمالات يكون هذا المعامل دائما موجب. ولكن ماري لا تعرف ذلك نظرا لأنها لا تملك الخبرة الكافية في الرياضيات ولا يمكنها معرفة هذا. فإن هذه التفاصيل الصغيرة تورينا أن ماري لديها حدس هائل للمفاهيم الرياضية ولكن ليس لديها الخبرة الكافية لسياق المشاكل الرياضية. رغم أن هذه التفاصيل صغيرة ولكن هذا ما يصنع الفرق بين فيلم جيد وفيلم ممتاز. الموضوع المركزي للفيلم هي حل معادلات نابير ستوكس والتي تعتبر من أكبر مشاكل الألفية المفتوحة. في عام 2000 قدم معهد كلاي للرياضيات قائمة لقضايا جائزة الألفية. هذه القائمة تحتوي على 7 أكبر مشاكل المفتوحة والمركزة في مجال تخصصي. هذه المسائل هي P=MP، حدسية هودجز، حدسية بوانكاري، فرضية ريمان، نظرية بانج ميلز، حدسية بريتش داير، ومعادلات نافير ستوكس. ولإعطاء أهمية لهذه المسائل يقدم معهد كلاي $1,000,000 لأي شخص ينجح في إيجاد برهان لواحدة من هذه القضايا. $1,000,000 ليس من السهل ربحها، ويمكن أن أؤكد لكم أن هذه الطريقة هي الأصعب، لأن هذه المسائل من أكبر مسائل تعقيدا في الرياضيات، حيث نحتاج على الأقل 10 دقائق لشرح عنوان فقط. نشوفوا على سبيل المثال ماذا تقول حدسية هودجز. هل يمكن حساب تجسيد كرومولوجي منطوية جبرية إسقاطية تتكون من عناصر عقدية انطلاقا من مطويات جزئية تنتمي لها؟ من بين هذه المسائل ما زالت 6 أسئلة مفتوحة وتم حل 1 فقط. في عام 2003 قام غريغوري بالمر بإيجاد برهان لواحد من أهم مشاكل وهي حدسية بوانكاري. كان الحل معقدا للغاية حتى استغرق الأمر لمجمع الرياضيات 7 سنوات للتأكد من صحة البرهان. حتى 2010 تم الاعتراف بأن برهان بالمر صحيح، وعلى هذا قدم معهد كلاي مكافأة $1,000,000 له، والذي رفضها قبل أن يعتزل الرياضيات تماما. وإلى متابعي الكرام اللي حابين يتعمقوا في هذه المسائل، أنصحكم بمشاهدة فيديوهات الرائد في العلم اللي خصص فيديوهات كاملة حول هذه المسائل مثل حدسية هودجز و P=MP، فيديوهات في المستوى بشرح بسيط وسهل، وأنصح الجميع بمشاهدتها. راح نخليكم رابط لهذا الفيديوهات في وصف هذا الفيديو. نرجع الآن إلى معادلات نافير ستوكس واللي تعتبر من إحدى أهم المشكلات في الرياضيات والفيزياء، وأن حلها سيكون له تأثير كبير في الفيزياء. في عام 1757
طرح ليونارد أولر معادلة لشرح حركة السوائل، ويتم وتم دراسة هذه المعادلات وتحسينها من طرف هنري نابير وجورج ستوكس. لتعطينا اليوم معادلات نابير ستوكس. باش نفهموا هذه المعادلات بتمحن راح يكون من أصعب الأشياء، ولكن راح نبسطها لكم قدر المستطاع. في عام 1687 نشر إسحاق نيوتن قوانين ثلاثة شهيرة، والثاني منها هو المبدأ الأساسي للديناميكية، واللي يقول إذا كان جسم في حركة فإن تسارع تاعه في الكتلة يساوي مجموع القوى الذي تخضع عليه. المعادلة ليست معقدة للغاية ويمكن حلها لوصف حركة الأجسام. معادلة نابير ستوكس هي فقط قانون الثاني لنيوتن مطبق على السوائل. المشكلة هي من ناحية المفاهيم، يكون السائل أكثر تعقيدا من الكرة التي نعتبرها نقطة، ولكن يمكن كتابة هذه المعادلات على كل حال. بدلا من الكتلة لدينا كثافة السائل، تتم كتابة التسارع باستخدام معادلة تفاضلية، وفي مجموع القوى المطبقة على السائل نجد قوة الضغط، قوة اللزوجة، وقوى أخرى مثل الجاذبية. وهذه هي معادلة نابير ستوكس التي تتحكم في حركة السوائل، سواء حركة الهواء الذي يمر بجناح الطائرات، أو تدفق الماء لما تغسل يداك، أو الحمم البركانية. مثل هذه المعادلات حيث يكون المجهول هي دالة متعددة المتغيرات نسميها معادلة تفاضلية جزئية، ومعادلة نابير ستوكس تعتبر من أصعب المعادلات. لسوء الحظ باستثناء حالات نادرة من المستحيل حل هذه المعادلات نظريا، وفي هذا السياق حل معادلة نابير ستوكس لا يعني إيجاد حلها، وإنما ببساطة إظهار أن هذه المعادلة تقبل حل، وهذا الحل يكون فريد ومستقر. حل مستقر يعني أن اختلاف صغير في البيانات الأولية لا يؤدي إلا إلى اختلاف صغير في الحلول. وهنا ما يروحش تخمامك بعيد وتعتقد أنك يمكن حل هذه المعادلات بسهولة والفوز بمليون دولار، لأنها واحد من أكبر التحديات الذي يواجهها علماء الرياضيات منذ سنوات. بدونها سيكون كل محاكاة يعني simulation لديرها بالحاسوب غير قابلة للاستخدام. رغم أن ليومنا هذا لم نتمكن من حل هذه المعادلات، ولكن لا يزال بإمكاننا إجراء محاكاة في جميع المجالات، ولا سيما في الطيران، في مجال السيارات مثل الفورمولا 1، وتستعمل بصفة كبيرة في مجال السينما لمحاكاة السوائل ولإنشاء مشاهد تخطف الأنفاس. إن الحل الرياضي لمعادلات نابير ستوكس ستكون ثورة في كل من مجال الفيزياء والرياضيات من الناحية العلمية والتكنولوجيا. وعلى هذا أنصحكم بمشاهدة هذا الفيلم Gifted، ولا تنسوا بإبداء رأيكم في التعليقات. وعلى هذا خوتي رانا لحقنا نهاية الفيديو، ما تنساوش تخلي لنا جيم وتعليق وتقول لنا واش عجبكم في هذا الفيديو. والناس اللي مازال ما اشتركتش في قناة Algerian in the Lab ما تنساوش اشتركوا باش يلحقكم جديد نتاعنا. تقدروا تتبعونا على الفيسبوك وتشوفوا شكون اللي فاز بحساب نتفليكس. وعلى هذا خوتي نقول لكم تهلاو في روحكم، واذا عندكم اي موضوع حابين تناقشوا فيه اروحوا لنا Algerian in the Lab، نديروا فيها زوج قهوي ونقصروا بالبيه. هيا سلام.